مساءكم جميل. دراسة يابانية تتحدث عن تقوية النظر والاستمتاع بوقت أطول بالعينين، وأيضا علاج الجفاف في العينين. أنا طبقت هذا التمرين بصراحة، كنت أشكو من شيء من ممكن من متابعة الجوال والتركيز في الصفحات، وأيضا اللابتوب والكتابة والحقائب التدريبية وشغل كثير يأخذ مني فيجهد العينين. سويت التمرين هذا وأجهدت نفسي في متابعته، فوجدت والله شيء عجيب في العينين عندي. أنا متأكد أن هذه الدراسة لم تكن عبثا، لكن جرب وطبقها. لاحظ أنها تأخذ جهة اليمين واليسار وفوق وتحت، ويكون هناك في البداية بطء ثم يكون هناك إسراء. جرب وطبق، لا بأس أن تجرب وتطبق، وصدقني بإذن الله ستجد أثر كبير جدا. لاحظوا هنا بدأت الكرة تسرع أكثر من قبل، وبكذا أنت العينين عندك في البداية بتشعر أنك صعب أنك تتابع الكرة، لكن تابعها أكثر وأكثر وأكثر. أنا متأكد بيكون في نتيجة جيدة وجميلة.